بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. السلام عليكم. بقدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. عنوان لقائنا اليوم: الإرادة والعزيمة، فتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. إخوتي أخواتي، بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنقل التحية باسمكم جميعا لفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، نتحدث اليوم من أعمال القلوب عن الإرادة والعزيمة، والعزم والإرادة يكونان بشكل رئيسي في القلب. بداية سيدي، أحيانا الإنسان يعني يريد شيئا ثم تأتي الأمور بخلاف ما يريد، أو يعزم على شيء ثم تأتي الأمور بخلاف ما يعزم عليه، يعني لا يتوافق إرادته مع ما يريد أن يصل إليه. ما سبب ذلك سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة ربنا وإلهنا في كتابه الكريم ضرب الأمثال، وقد يكون المثل أفضل طريقة للتعبير عن الفكرة. أنا أضرب هذا المثل: إنسان راكب دراجة والطريق مستوي ومستقيم، وصل إلى مكان في طريقين، الأول صاعد والثاني هابط. لراكب الدراجة الهابط مريح جداً، يعني ألطف طريق لراكب دراجة الهابط، ما عاد في جهد إطلاقاً، والصاعد متعب جداً. نضيف الصاعد في غبار وأكمات وأحجار، والحر شديد والعرق شديد، والهابط معبد في زهور ورياحين، فطبعاً فطرته جسمه يختار الهابط. في لوحة على طرف الطريق الهابط أن هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة وجائعة. واللوحة الثانية على الطريق الصاعد: ينتهي هذا الطريق بقصر منيف، هو لمن وصل إليه. هذه اللوحة الأولى والثانية قد تغير الاختيار، فإذا كان مع اللوحة منظار رأيت معالم الحفرة ووحوشها الكاسرة ومعالم القصر وما فيه من زينة، ألا تتخذ قرار آخر؟ هي الإرادة. نعم. الإرادة تكون بالمعطيات، بالمعلومات. من دون معلومات بيختار الأسهل والأقرب إلى جسمه وإلى طبيعته وإلى راحته. لذلك الأعمال العظيمة تسبقها رؤية خاصة، فكلما تعمقنا في هذه الرؤية الخاصة أن أرى مصير من سلك هذا الطريق، وأن أرى نهاية من بلغ هذا الطريق، هنا تقوى الإرادة. فالإرادة تكون بعد المعلومات الدقيقة، بعد الإدراك، بعد الفهم. نعم سيدي الفاضل، وهذا يقودني إلى السؤال الثاني، وهو أن كثيراً من الناس ولا سيما الشباب تحديداً نسمع منهم دائماً: أريد أن أتوب، ولكن كلما عقدت توبة تراجعت عنها. الجواب: هذا الشاب يحتاج
إلى حاضنة إيمانية. الدليل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإنسان يحتاج إلى حاضنة تحضنه، إلى مؤمن يصادقه، إلى سهرة لأناس يحبون الله. ما دام أحاط نفسه بحاضنة إيمانية فالله يتولى حفظه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آية ثانية لا استنباط آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. بالمناسبة أغفلنا معناها اللغوي الدقيق وجدناه غافلا، وجدناه غافلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا المثل دقيق جدا. الله ضرب أمثال كثيرة. يعني أحيانا إنسان يمشي بطريق والطريق عرضه 60 متر، وعن يمين هذا الطريق واد سحيق وعن يساره واد سحيق. الآن لو حرف المقود درجة واحدة بعد 4 دقائق تقريباً يصل لطرف الطريق ويسقط في الوادي وتنتهي حياته. طيب لو حرف المقود 90 درجة فجأة، لكن بعد نصف دقيقة أعاده كما كان. لذلك ورد بالأثر النبوي: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإرادة نتيجة معلومات، نتيجة رؤية، إدراك، نص قرآني، نص نبوي، يا في نصوص يا في حقائق إيمانية تكتشفها أو تقرأها. فالإرادة أساسها رؤية، معلومات، فهم. نعم، وفي الحديث الذي ذكرتموه أو الأثر لا صغيرة مع الإصرار كأنك نقلتنا إلى المعنى السلبي للإصرار، يعني عندما يصر الإنسان على شيء ويداوم عليه فهذه عزيمة مذمومة. تنقلب الصغيرة إلى كبيرة. نعم. وتنقلب الكبيرة إلى صغيرة بعدم الإصرار بالاستغفار. سيدي الفاضل، في القرآن الكريم تحدث الله تعالى في كلمة عزمة، كنا نتحدث عن الموضوع، قال: وإن عزموا الطلاق. كأن الطلاق عزم. ما رسالتكم اليوم للرجال الذين يتخذون الطلاق غرضا يعني في كل وقت؟ والله أنا لا أصدق أنه إنسان يقترن بزوجة، يعني بالإجمال مقبولة دينها وورعها وحجابها، ينشب خلاف مهما يكن الخلاف كبيرا. الطلاق مشكلة أكبر. وأنا أرى برؤية خاصة مني يدفع ثمن الطلاق الأولاد. في شيء اسمه بعلم النفس فصام شخصية، وفي حالة من الحيرة تقترب من الفصام شخصية. هذا أبوه وهذه أمه، انفصلا. الأب يذم الأم والأم تذم الأب. أنت ضيعت مستقبل أولادك. أنا أقول باجتهاد مني، الرجل المؤمن لو اختلف مع زوجته يضع هذا الخلاف تحت قدمه إكراما لأولاده. ما في مأساة تصيب الابن كالطلاق. إذن في قوله وإن عزموا الطلاق، الطلاق عزم وليس عزيمة. حالة غضب، يعني هذا الطلاق الفجائي حمق. نعم. حمق كبير. إن عزموا الطلاق، في دراسة، في موجبات، في مشجعات، في مآسي، في أحزان، في مضاعفات خطيرة جدا. فالطلاق أخطر قرار يتخذ في البيت. والمرأة المطلقة، يعني المرأة لها فصول، لها فصل واحد بحياتها زواجها، فالطلاق كسرها. أما الرجل له فصول أخرى، عمله فصل، دراسته فصل، مهنته فصل. فحينما تطلق بتسرع تكون قد ارتكبت بحق
المطلقة إلا لأسباب يعني شرع أقوى وإن عزموا كما قلنا. أما أنا الذي أراه ما في أسباب موجبة. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي المشاهدين نعود إليكم بعد فاصل قصير لنتابع الحديث بصحبتكم حول موضوع الإرادة والعزيمة، فابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث بصحبتكم حول الإرادة القوية والعزيمة. سيدي الفاضل، الله تعالى يقول في القرآن الكريم: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هل كان الرسل أولو عزم بأي معنى؟ هم جميعا معصومون لكنهم يتفاوتون، والنبي عليه الصلاة والسلام على رأس القائمة من أولي العزم. نعم، لأنه عزم في الدعوة إلى الله. نعم، وفي ما نعم يريد. سيدي الفاضل، أيضا في الدعاء يعني في موضوع الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في المسألة ولا يقول أن يا رب إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. الدعاء والعزم في الدعاء، يعني هذا الطلب يقال لمدير مؤسسة. نعم، لوزير بيقول لك ما بقدر والله، القوانين لا تسمح. نعم، أنا محاسب إلا الله عز وجل، ما في جهة في الكون تستطيع أن تسأله. الله إذا أعطى أدهش، وإذا حاسب فتش. والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة. والدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لماذا؟ قال: لأن الدعاء يعني أنك مؤمن بوجود الله أولاً، مؤمن بقدرته ثانياً، مؤمن بمحبته ثالثاً. من مسلمات الدعاء مؤمن بوجوده، بوحدانيته، بكماله، وبقدرته على تنفيذ ما طلبت. الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده اللهفان. نعم، من لا يدعني أغضب عليه. نعم، إن الله يحب من العبد أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. والدعاء مخ العبادة، بل هو العبادة، بل العبادة التي يحتاجها الإنسان في كل وقت. الصلوات خمس، لكن الدعاء بغطي كل أوقات الفراغ. راكب السيارة: يا رب ألهمني الصواب، يا رب يسر لي أمري. طلعت من البيت في دعاء، دخلت لعملك التجاري في دعاء، دخلت إلى مكان من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل مثلا. فالدعاء هو العبادة، بل هو الدين. والدعاء سيدي أنت تدعو قدير، تدعو رحيم، تدعو عليم، تدعو متكبر بالعطاء. نعم سيدي الفاضل، ومن الأدعية النبوية ما دلنا عن العزيمة: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ما هذا الدعاء سيدي؟ يعني الله رحيم، بس هذه الرحمة توزع جزافا بلا ضوابط بلا سبب؟ لا، في أسباب. إله لأنه وعادل، فأنا لا يمكن أن أطلب من الدولة أن تعطيني شهادة ثانوية من دون فحص. تستخف بقوانين الدولة أنت. أنت بتدرس، بتتقن الدراسة، بتقدم امتحان، بتنال الجواب. فالتعامل مع الله مو تعامل مزاجي، تعامل إن صح التعبير علمي، في مقدمات في نتائج. إن قدمت المقدمات تولى الله بذاته العلية تحقيق النتائج. فالدعاء يحتاج، يعني مرة سيدنا عمر يمشي في الطريق رأى جملاً أجرب، قال: يا أخ العرب ما تفعل بهذا الجمل؟ قال: أدعو الله أن يشفيه. فقال له: هلا جعلت مع الدعاء قطراناً؟ دواءً. دواءً يعني. فالبطولة أن أخذ بالأسباب ثم أتوكل على رب الأرباب. نعم سيدي الفاضل، هذه إذن موجبات الرحمة وعزائم المغفرة. نعم، أحياناً إنسان يقول لك: أردت أن أتوب، أردت أن أصلي، أردت، لكن الله لم يرد. أنا أردت لكن الله ما أرد. هذا افتراء على الله. نعم، الدليل أن سيدنا عمر لقي شارب خمر فقال: أقيموا عليه الحد. قال: والله
يا أمير المؤمنين، دقيق، إن الله قدر علي ذلك. فقال أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاضطرار إلى من الاختيار إلى الاضطرار. هذا الدين سيدي. ولكن الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لولا أن شاء الله لكم أن تشاءوا لم تشاءوا. يعني إذا كان ابن أب خير ابنه بين يدرس بجامعة وطنية أو بجامعة راقية جدا في بلد بعيد، وقام دخل اختار الثانية وجاب معه أعلى شهادة مع بورد، شو بتقول له؟ لو ما أبوك خيرك ما كنت أخذت الشهادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني شاء الله لكم أن تشاءوا، أعطاك حرية اختيار. إذن سيدي الطريق سالكة. يعني من أراد شيئاً وعزم عليه فليمضي، لا شيء والله منه. زوال الكون أهون على الله من أن تريد شيئاً صادقاً ثم لا تناله. تقول لك كلمة أدق، واحد بالألاسكا نظر إلى النجوم في الليل، قال يعني في إله له الكون، هو لقى في عرض وظيفة بواشنطن، التحق قبلوا فيها، عينوه بفرع بالخليج، سكن بمكان جنبه في عالم إسلامي، لأنه قال في إله هو ينتظرنا. والدليل ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم، إن علم الله أن أحداً شاء أن يعرف الله لا بد من أن يعرفه. وزوال الكون أهون على الله من أن تطلب هدايته ثم لا تناله. فإن عزم الإنسان على شيء سيدي أو أراده ثم أراد الله له شيئاً آخر يلقي في روعه أن هذا شيء آخر أفضل لك. من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له، يعبر عنها بتعبير حديث يلقي في روعه، هي نداءات من الله عز وجل. فالإنسان لما شيء يصرف عنه وثم يرى أن الحكمة البالغة في تركه يذوب خجلاً من الله عز وجل. يعني سيدي هنا تأتي موضوع الاستخارة؟ طبعاً، يعني قضية الاستخارة علمنا إياها النبي. إن كان لي في خير في ديني ودنياي وعاقبة أمري فقدره لي، وإن كان كذلك ليس كذلك فاصرفه عني واصرفني عنه. صرفني عنه ما أبقى متعلق به. يعني خطب فتاة كما يتمنى في الجمال، بس بلغه أنه في أشياء كثيرة جدا ما بترضي الله عز وجل فانصرف عنها. البطولة أن يدعو الله بعد أن انصرف عنها أن يصرفه هو عنها بعدما تركها، لا يبقى متعلقاً بها. نعم نعم. أيضاً في المال، في كل شيء، يتعلق في سفر، يتعلق الإنسان ثم يجد أن الخير فيما اختاره الله ولو عزم عليه. جزاكم الله خيراً سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في الختام، التقى الممكن والمستحيل يوماً، بدأ الممكن بالكلام وعرض خياراته الواسعة وبين ما عنده من أمور كثيرة وكثيرة، بقي المستحيل صامتاً، تعجب الممكن وقال له ما بالك؟ أين تقيم؟ قال له أنا المستحيل أقيم في أحلام العاجزين فقط. إلى الملتقى، أستودعكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.